إن للعلماء موقعهم الأثير بحكمتهم ودورهم البالغ في يقظة الأمة ونشر السلم. يومان من الجلسات والتحضير وبعد اجتماعات خاصة للجان الأربع الدائمة لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. في الجلسة الختامية تم تقديم التقرير الرسمي للاجتماع والبيان الختامي لاجتماع المجلس الأعلى للمؤسسة في دورته الثالثة العادية والمصادقة على عدد من المشاريع. المشاريع التي تم الاتفاق عليها تخص اللجان الأربع، ولا شك أنها تحيط بأهم القضايا وأهم النقاط الهامة التي رآها وحاول العلماء أن يبرزوها من خلال اقتراحاته. أنتجت هذه الاجتماعات عن النقاش حول الثوابت بين الدول مع ترك الخصوصيات لكل دولة، ولذلك نحن ناقشنا مثلا يعني التراث الأفريقي الإسلامي. من بين التوصيات التي تبنتها المؤسسة الاستفادة من المكونين بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين في تأهيل الأئمة العاملين في المساجد في كل بلد، العناية بالنشر الورقي والإلكتروني للمؤلفات التي تصدرها المؤسسة مع دراسة لإمكانية إنجاز معلمة للأعلام البشرية والمعالم الحضارية الإسلامية الإفريقية والعناية بالمرأة الإفريقية. دورة ناجحة على أعلى مستوى، لله الحمد، لله الفضل وله المنته. تم خلالها استعراض الإنجازات الكثيرة والحمد لله المتنوعة للمؤسسة خلال مسيرتها التي لا زالت حديثة السن، ولكن نرجو إن شاء الله أنها ستحقق جميع الأهداف. صدر العدد الأول من المجلة، مجلة العلماء الأفارقة، بموضوع جهود العلماء الأفارقة في خدمة الثوابت الدينية المشتركة، ومن المرتقب إن شاء الله تعالى أن يكون العدد الثاني في موضوع آخر مرتقب. طبعا ما ميز هذه الدورة أيضا مجموعة من الأمور، مجموعة من القضايا، الإعلان عن يعني مشروع رائد وهو معلمة يعني المعلمة الحضارية للعلماء الأفارقة. اتفقنا على تفعيل هذه القرارات وهذه الأعمال إلى أرض الواقع حتى تترجم ويرى الناس أننا في المؤسسة جادين في نقل الوسطية الإيمانية. فالمؤسسة تؤكد على الاشتراك بين المغرب وإفريقيا في عدد من الثوابت الروحية والدينية والعلمية، وفيها يتجسد الحوار والسلم بين المغرب والدول الإفريقية.